البريم تايم حتى للعشرة تاع الصباح. تو سويت نمشيو الميساج انفوي. ميساج انفوي. غاب اليسار فساد الفراغ. في إطار العمل الصحفي قمنا البارح بمواكبة الجلسة العامة الافتتاحية للفترة البرلمانية 2019-2024، جلسة عينا فيها نواب جدد يدتشوا بهم زملائهم القدم، هما شيخين زايتين بالمحويسة بقصر بارتو. نواب راجعين من بعيد بعد تجربة التأسيسي، وهم يفيشوا ويقايشوا كالصيد اللي رجع لعارينه، ونواب معاودة التجربة يدوروا كأنهم في دارهم، يعرفوا قبل الكل الناس الكل وهما الفاتقين الناطقين. جلسة كانت باردة باسلة، لا طعم لا رائحة ولا لون، محاولة للتتليف بعدم التحالف وتصريحات صبيانية تحاول تغطية عين الشمس بالغربان، ويهمنا أن التحالف غير موجود، وكأنه الإعلان عن النتائج باش يكون تحت حيط ولا كتابته باش يكون بالحبر السري، وحتى اللي لاعبين فيها معارضة فشلوا في لعب الدور وكانوا بعاد برشا عن قيمة الحدث. حدث يذكرك كيفاش كانت الجبهة اليسارية متألقة بصوت عالي وفاضح لكل الممارسات في كواليس المجلس، واللحظة التاريخية اللي نفست فيها مايا جريبي الله يرحمها مصطفى بن جعفر على رئاسة البرلمان، كان صوتها رقيق يزعزع حيوط مجلس النواب. حتى الجبهة الشعبية وبكل هنيتها حضورها كان لازم في المشهد، حضورها رمزي ومهم وعنده بلاسته لإضفاء نوع من التوازن، وحتى التذكير أنه في السياسة فما نوع من المبادئ والقيم والنواميس ما يلزمناش نتجاوزوه. البارح غاب اليسار فكان الفراغ كبير، حتى حضور الرحوي كان غياب، فالخطاف لا يصنع الربيع. أرس البارح غابوا عليه واحدة من أبرز العائلات السياسية، فكان بارد دون مفاجآت تنتظر، وإلا مازال واللي مازال متفاجئ بالتحالفات نقولوا له تكبر وتنسى.